بسم الله الرحمن الرحيم. ارحب فيك كابتن سلطان، وبس بالله كيف استعداداتكم المباراه الجايه قدام الفيصلي؟ اول شيء اقول لك شكرا اخوي، وحياكم الله عندنا بنادينا نادي القادسيه. استعدادنا على قولتهم على قدم وساق، وان شاء الله مباراه فرضنا وسط الاجواء الرطوبه هذه، لكن ان شاء الله نتمنى من الجميع يجتهد ان شاء الله، وان شاء الله ان مصرين ان نحقق 3 نقاط ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله يعني تجيبونها انتم قدها، وحنا راح ندعمكم ان شاء الله دائما معاكم. لا احنا ما ننسى وقفاتكم معنا دائما في السراء والضراء، وانتم جمهورنا الوفي ان شاء الله، وان شاء الله نبيض الله وجهكم ان شاء الله باول 3 نقاط الموسم ان شاء الله. الله يوفقك والف سلامه، وان شاء الله نشوفك تلعب اساسي ومن حسن الى احسن ان شاء الله. يعطيك العافيه وما قصرت ابوي، وجزاكم الله خير، يعطيك العافيه. الله يعافيك.